في العام 1995 اعتمد المؤتمر العالمي الرابع لقضايا المرأة الذي عقد في بيجين عاصمة الصين وبمشاركة أكثر من 17,000 ممثل وممثلة من 189 دولة إعلان ومنهاج عمل بيجين كبرنامج لتمكين المرأة حول العالم، واعتبر بمثابة صك حقوق للمساواة بين الجنسين. سنة 2017 وضعت فلسطين في المرتبة 26 بين 56 بلداً لم تحقق أي تحسن في القوانين التمييزية التي تواجهها المرأة في كل مرحلة من مراحل تطورهن المهني. بعد 25 عاماً، ما هو واقع المرأة الفلسطينية مقارنة بإعلان ومنهاج بيجين؟ منظمات المجتمع المدني أصدرت تقرير متابعة والذي يتضمن تحليلاً مفصلاً للإجراءات المتخذة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين خلال السنوات الخمس الأخيرة 2014-2019 في 6 مجالات اهتمام حاسمة مختارة من منهاج عمل بيجين، وهي المرأة والفقر، العنف ضد المرأة، المرأة والاقتصاد، المرأة والسلطة وصنع القرار، المرأة والبيئة، المرأة والنزاعات المسلحة. وتهدف هذه المقاربة إلى تيسير التأمل في تنفيذ كلا إطاري العمل على نحو يعززان فيه بعضهما البعض، وذلك بهدف تسريع التقدم لجميع النساء والفتيات في الأبعاد الستة التالية: التنمية الشاملة والرخاء المشترك والعمل اللائق، القضاء على الفقر والحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، الخدمات، التحرر من العنف والوصم والقوالب النمطية، المشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعية لمنظور المساواة بين الجنسين، المجتمعات المسالمة التي لا يهمش فيها أحد والشاملة للجميع، الحفاظ على البيئة وحمايتها وإصلاحها.